أهلا بكم متابعين قناة أسرار علمية، معاكم محمد. أحب قبل ما أبدأ في أي حاجة أشكركم جدا على دعمكم المتواصل للقناة وإنكم وصلتوني 170 مشترك. هنتعلم بقى النهاردة مع بعض إزاي نعمل خلاط قوي وسريع جدا من علبة عصير فاضية. الأدوات اللي هنحتاجها هي علبة عصير زي دي كده، اللي هي العلبة اللي بالشكل ده، وهنحتاج بريتين اللي هي البرايات العادية دي، وهنحتاج زرار باور زي ده كده، وموتور عادي بيكون موجود في أي لعبة من لعب الأطفال، والعصاية البلاستيك دي اللي هي بتكون موجودة في المصاصة. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع. أهلا بكم مرة تانية. دلوقتي بقى هنشيل الحاجات دي على جنب، وهنشيل الغطا ده بتاع علبة العصير، وهنجيب الموتور هنلزقه هنا باستخدام مسدس الشمع، ودلوقتي بعد ما لزقت الموتور بالشكل ده كده هنجيب زرار الباور اللي اتكلمنا عنه في الأول وهنلزقه هنا كده بمسدس الشمع وهنلزقه هنا. هنلزقه هنا كده بالشكل ده. ودلوقتي بعد ما ركبت زرار الباور بالشكل ده هنلاقي عندنا هنا طرفين جايين من زرار الباور وطرفين جايين من الموتور. هناخد طرف من اللي جاي من الموتور مع الطرف التاني اللي جاي من زرار الباور وهنربطهم في بعض. هنربطهم في بعض كده وهنحطهم هنا كده، هنلمهم كده وهنحطهم فوق هنا كده على زرار الباور ده وهنلزقهم بمسدس الشمع. وهنركن دي على جنب. ودلوقتي هنجيب البريتين اللي اتكلمنا عنهم في الأول وهنجيب مفك ونفك المسامير دي كده ونفك التانية برضو. وهنجيب العصاية البلاستيك اللي اتكلمنا عنها في الأول اللي هي بتاعة المصاصة، وهناخد الشفرتين دول نحطهم عكس بعض كده، وهناخد مسمار من بتوع البراية دول هنركبه هنا كده، وهنركب الشفرتين دول هنا كده. هنربطهم باستخدام المفك نحاول نجمد عليهم عشان والموتور شغال ما يتفكوش. ودلوقتي بعد ما ركبه بالشكل ده كده هنجيب الغطا اللي احنا عملناه في الاول وهنركب العصاية دي هنا كده بالشكل ده، نحاول نضغط عليها
لحد ما تركب هنا كده. وهنجيب الكوباية ديت اللي هي بتاعة العصير، وهنركب الغطا بالشكل ده كده، وبكده يكون الخلاط اللي احنا عملناه جاهز، ومش باقي غير ان احنا نجربه. ودلوقتي بقى هنحتاج لشاحن موبايل، شاحن موبايل زي ده كده. هناخد الطرف اللي جاي من زرار الباور نوصله هنا كده، وهناخد الطرف اللي جاي من الموتور نوصله هنا كده بالشكل ده. ودلوقتي نجرب نشغل زي ما حضراتكم شايفين اهو. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت.